خدمات بوابة إلكترونية أطلقتها وزارة الموارد المائية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء على المواطن من خلال تسهيل خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير أو ملء طلبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب وغيرها من الخدمات. كاين انشغالات اللي أو ريكلاماسيون يعني الشكاوي الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والشكاوي الخاصة بالتطهير إضافة إلى الشكاوي المهنية. بإمكان المواطن أنه يدخل عبر التطبيق الولوج إلى منصات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية اللي هما سيال سيور أو سياكو أو لاديو. بالنسبة للفلاحين والمواطنين العاديين أيضا بالإمكان أنه يطلب رخص حفر الآبار. توجد خدمتين مهمتين بالنسبة للمكاتب الدراسات والمؤسسات اللي هما طلبات اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالقطاع وطلبات تأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات. المنصة تسمح لمستخدميها بتوجيه طلباتهم مباشرة للمصالح المكلفة بدراسة الملف الإلكتروني وهي تغطي كل ولايات الوطن. إذا الطلبات توجه مباشرة إلى المعنيين بدراستها حسب الموضوع، حسب موضوع الطلب وحسب الولاية المعنية أيضا بالطلب. كمثال طلب تصنيف المؤسسة هذا اللي هو من الآن للكات يعني من 1-4 يوجه مباشرة إلى التقنيين في الولاية المعنية إلى ولاية البويرة مثلا. هي خطوة نحو رقمنة القطاع بحيث تهدف المنصة للتقليل من التواصل المباشر مع المواطنين والمؤسسات وتضمن سهولة معالجة طلباتهم وملفاتهم.